أسفرت الخطة عن إحباط عمليتين الهجرة السرية عبر البحر، أبانت عن إيقاف 24 شخص ينحدرون من الولايات أم البواقي بجاية، ميلا، عين دفلة ومستغانم. المجموعة الأولى والتي تم توقيفها في حدود الساعة 5:30 مساء من تاريخ 16/2020 بحي سلامات بمستغانم، متكونة من 13 شخصا ومدبرين، اثنين كانوا متأهبين للمغادرة. المجموعة الثانية متكونة من 9 أشخاص تم توقيفهم في حدود الساعة 1:30 صباحا من ليلة 17/2020 بشاطئ مطربة بمستغانم، وبحوزتهم سترات نجدة، 13 برميل معبأة بمادة البنزين بسعة 30 لتر الواحد، اثنين منها فارغة، قارب بطولة 4.5 متر، محرك من نوع ياماها بقوة 40 حصان، مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب 875 أورو، ومركبة مرقمة بترقيم ولاية مستغانم كانت تستعمل في عملية النقل والاتصال. عن التهم القيام بتدابير الهجرة السرية عبر البحر، تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية سيحال بموجبها سيلفي ديكر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.